إذا نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد أن تعرفنا أو أخذنا نبذة من الأعمال صراحة اللي تشرف لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية اللي طالما كان جهدها حثيث وسعيها متواصل لإنتاج الأفضل ب يعني إدارة سماحة السيد حيدر جلوخان، نسأل الله التوفيق له ولكل العاملين في هذه مجموعة قنوات كربلاء الموقرة. إذا مشاهدينا الكرام مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم في برنامج صباح كربلاء وجولة زميلنا ماجد الأسدي اللي يتعرف بها على آراء الناس بما يخص سؤال حلقتنا لهذا اليوم، ما هو الذكر الذي تواظب عليه في شهر رمضان المبارك؟ خلينا نستمع إلى الآراء التي كانت في هذه الجولة ولنعود. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: ما الذكر الذي تواظب عليه في شهر رمضان المبارك؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأمة الإسلامية شهر رمضان، شهر الكريم، شهر الفضائل. أهم الأذكار اللي خلال هذا الشهر الفضيل هي إن شاء الله قراءة القرآن الكريم والأدعية، وخاصة دعاء الجوشن الكبير أيام اللي خاصة أيام ليالي القدر وليالي يعني الجمعة. والحمد لله يعد هذا الشهر من الأشهر الفضيلة اللي نرجع بها إلى مراجعة أعمالنا ومراجعة كل ما يتعلق بأعمالنا يعني الحياتية، ونغادر يعني الدنيا ونغادر. لذلك نلاحظ أنه هذه الأذكار الحمد لله هي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. الحمد لله والشكر، احنا كشيعة وكمسلمين تعودنا بهذا الشهر ان في الطقوس خاصة وهي تلاوة القرآن، المواظبة على الصلاة، الزيارات كذلك للمراقد، وبعض الأعمال اللي نؤديها يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من أهم الأذكار التي نواظب عليها في شهر رمضان هي ذكر القرآن، المواظبة على تلاوته، لأن شهر رمضان هو ربيع القرآن. إضافة إلى الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم السلام، من ضمنها دعاء الافتتاح، دعاء أبي حمزة الثماني في وقت السحر، ودعاء البهاء، دعاء يا عدتي، وغيرها، والكثير من الأدعية المروية عن أهل البيت. أما الأذكار اللي نواظب عليها في شهر رمضان هي اولا يعني قراءة القرآن، الختمة القرآنية يعني، والصلاة على محمد، والأدعية والزيارات هاي كلها، والاستغفار كذلك، هاي كلها تصب في صالح الصائم من حيث الأجواء الروحانية والأجواء الرحمانية التي يعني توافد في شهر رمضان المبارك. طبعا هي الأدعية الخاصة بأهل البيت، إن كانت الأدعية اليومية كل يوم يعني من شهر رمضان، والأدعية الخاصة عند الإفطار، وكذلك الأدعية والمناجاة في وقت السحر يعني.
إلى هنا أحبتي وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.